السلام عليكم. عائلة الأيمن سامسونج هي الأنجح هاي السنة، لا سلسلة الأس ولا سلسلة الأم ولا مجموع مبيعاتهم اثنيناتهم حققوا اللي حققت عائلة الأي من الأي 20 إلى الأي 90 وبفروعهن المختلفة. وبسلسلة الأي سامسونج رجعت أكلة السوق الصيني والهندي أكل، ولزمت زمام المبادرة بالسوق مرة ثانية واسترجعتها من الصينيين، ولهذا عائلة الأي بال 2020 راح تكبر وتقوى وتندفع بعد للأمام بريادة السوق. ومن أهم أجهزة عائلة الأي اللي هو الجالكسي A80 اللي بيه بدت سامسونج نظام الكاميرات الدوارة، ومواصفاته كانت ممتازة كشاشة وبطارية وكاميرا، ولهذا سامسونج راح تسوي شيء ما صار بعشر سنين من عدها. شنو الحركة بالA81 المنتظر واللي راح تغير قواعد اللعبة بتليفونات سامسونج؟ ظلوا ويانا حتى تعرفون. مرحبا وياكم حسن من قناة تيك تايم، وأهلا بكم بفيديو اليوم. الأخبار جتي من مصدرين قوية، الأول جيزمو تشاينا والثاني سام كلاب، واثنينهم أكدوا أنه سامسونج دا تشتغل على تليفون باسم حركي هو SM AN81 5F. وحتى نشرح هذا الاسم شوية نبدي من اليسار. الاسم هي مختصر لسامسونج موبايل ديفيجن أو قسم سامسونج لصناعة الموبايلات. الأي تمثل اسم السلسلة، مثلا الأس يصير SM-S وتكمله. الحرف الثاني من اليسار فهو يرمي لدعم الجهاز للأس بين، وكان ما يجي بأي جهاز باستثناء النوت. أما الموديل فهو واضح الـ81، وهنا يا جماعة الخير صاحت الصيحة، لأن الـ81 راح يدعم القلم، وهذا إن صح فعائلة الأي صارت أقوى، وعشاق النوت راح يلقون جهاز أرخص من سامسونج يدعم القلم. باقي مواصفات التليفون كالآتي وبسرعة، بس هاي مبنية على تسريبات فقط، ما عندنا معلومات مؤكدة من مصادر معتبرة. الشاشة راح تكون قياس 6.7 انج بدقة الفول اتش دي بلس سوبر اموليد، وطبعا بدون قطع اذا ابقت سامسونج نظام الكاميرات الدوارة المميز. الكاميرات هاي السنة راح تكون بحسب التسريبات من سامسونج نفسها قبل شهرين انه الاي 81 راح يصير بيه 4 كاميرات، وهي كالآتي: الرئيسية بالمتحسس الجديد القوي من سامسونج بقوة 64 ميجا بكسل وبتقنية دمج البكسلات، الكاميرا الثانية ألترا وايد بقوة 16 ميجا بكسل، والثالثة تليفوتو 5X زوم بصري أو 2X، والأخيرة متحسس عمق TOF أو Time of Flight. بالعتاد هنا أنا نقطة تحير شوية، لكن بما أنه الفئة هي أي يعني أجهزة متوسطة، فالمعالج إما راح يكون من كوالكوم السناب دراجون من جيل 700 أو معالج إكزينوس بأسواقنا إحنا من الجيل الجديد من سامسونج من فئة 980، رام 6 جيجا وذاكرة تأكد أنه هي بمقاس 128 جيجا. أصدقائي الأي 81 مع قلم هو جهاز ممتاز، وبرأيي راح ينجح نجاح مخيف إن سعرته سامسونج بشكل صحيح ومناسب بين الـ 400 والـ 450 460 دولار، وهذا متوقع إن رادت سامسونج تحقق مبيعات أقوى بعد للأي 81 من سلفه. أتمنى أصدقائي تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ونشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله. في أمان الله.